This is the state of the Bedouin in Jordan today. The majority live in concrete houses the government has provided for them. Most of them own satellite dishes for their TVs, and all of them own mobile phones. Gone are the days of tents, camels, and the nomadic lifestyle that one usually associates with the word Bedouin. In this manic rush towards a modern lifestyle, there is one voice that speaks of something different. Torfa. Torfa Ammarin. A Bedouin woman from the Ammarin tribe based in southern Jordan in an area called Petra. والله افكر اسرح ووجه فيها ما في لا شغله ودك تشتغل فيها كره الشغله اللي معك تنقلها ما في لك محل وظيفه ودك توظف فيها وتداوم عليها تفكر انك بس تعقد مع هالمعزه هذاك النهار وتوجه في الليل على هالبيت هذا اللي تفكر فيه ما في شيء غيره يعني ما في شيء غير والله أحسن عندي حياتي فريش يم هي أحسن عندي من الكل كل ولا أرعي فيه بلاد يقولوا إنه نو يقولوا إنه نو إحنا يعني يوم إنه طلعنا جابنا أمهاتنا وإحنا ساكنين فيها يعني ما أخذنا عليها الحين ما يطلع بدينا إن نطلع عنها بعيد يعني أبدا يعني ما فتناها يعني. كويسة هي بس إن في وقت الشتوية نروح نفدف مشان عن الثلج فيها وبعدين لما تدفى الدنيا ويفوت المطر نطلع فهيشة في هذا قيض نقيض فيها قيض على اللي عليه الشغل حصاد اللي عليه شغلات يعني هذا بيمضيناها كلها زي كذي ولا رحنا لا كذي ولا كذي أبدا يم زي ما تقول هذه منطقتنا واحنا ساكنين فيها There was something that caught my attention about Torfa. Something in her character and the way she chose to live her life. I asked Torfa if I could film her daily life. When she asked why, I said it was a special lifestyle that was slowly dying. She agreed for me to stay with her and her daughter in her tent for 2 weeks.
إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا على الصراط المستقيم. والله يوم تجوزت أنا كبيرة، يمكن في عمري 20 سنة تجوزت، عقبت الضعوف هذا الله، وماتن بنتين وولدين ماتوا، وثلاث بنات وولد طيبين، خير كثير. طب ليه تجوزتي متأخر؟ ليه ما تجوزتي وانتي أصغر؟ أنا ملونها على كيفي، ما ودي أتجوز. ليه؟ ماني حابة هالجيز. ليه؟ والله ماني حابة، تظلك حرية أحسن لك. أهلك جبروكي تتجوزي؟ والله جبروني. والله جبروني، هذاك الحين الواحد مو هو عارف كل شيء، وعارف هذا وعارف هذا. كان إحنا جاهلين وما ندري عن شيء. بس ما كنتي مبسوطة بالجواز؟ لا والله ماني مبسوطة، كل شي علينا، ما احنا يعني قاعدات نسرح ونطها ونعجن ونحطب ونرد، بعدين وقت الحلال وقت الربيع تحلب وتخض، يعني عليك مسؤولية. انت كل هيخ يخرب بيت، كنت تقول مرعزلات الشعير، هيخ 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 هيخ. والله كل شيء نسوي. تقدري تحكي لي شوي عن جوزك الله يرحمه؟ الله يرحمه، ما توفى يعني. هو يعني عايشين، بعدين انه لما جاء
نساعد بعضنا احنا، اللي يسرح اللي يمشي في شغله في حصيده في شيء. وبعدين لما مساكوا اسرائيل 5 سنين وهو عندهم، بعدين جاء سنه مضاها عندنا في هذا وتوفى، اخذوه مساكوه في العربه تحت، مساكوه اليهود عند الخط اللي عند خط اليهود من جاي، صار عليه لغم وهو ماشي وقطع رجله من هذا، يوم قطعها رجله من حال. ولما هم جوا في الطائرة نقلوه وخذوه معهم غاد، وعاد عالجوه، سووا رجله قطعوها من مرة وسووا له رجل لهذا بقشطان. نزل مع وادي عربة مع فدائية وسجل معهم، هذا اللي جاب لها الذبح. خوياه حتى من عمال ومن خوياه ولا عاد وظل معهم، قال أنا يم أنا معاكم لما نمت وموت معكم ونعشت وعيش معكم. بس هو عاد ذبحوه، وكمان فيهم اللي هم خوية تذبحوا وفي خوية تصوبوا وكلوا هواء، وخفت عليه مو رد علي، لو أقول له لا يقول لا أنا ودي أعيش كمان. طب لما إجا عاش معاكي سنة بعد ما رجع من إسرائيل كان يساعدك؟ والله ما يساعدني وزايد بلاها زيادة، لو إنه ما جاش هو شنعنا وعذرنا. يعني يحكي علينا حكي مو كويس، ومو مبسوط في حياته، يعني مي طايبه له. طب ليه ما تجوزتي بعد ما توفى؟ انا ماني حابه هالجيزه، ماني متجوزه. اجاكي ناس يعني؟ انا ما جاني ناس، بس انا ما ودي اتجوز، اظلي كذي انا اعقد في هالبطين احسن لي حريه. الناس ما يبشان فيك، انت تجوزت يضحكوا عليك وانقعدت يضحكوا عليك، على كل وجه يضحكوا عليك. لا اقعد تريح احسن لك من هالجيزة. طب ما عمرك حبيتي؟ لا ما اريد الشغلة هذه مرة، ما تقرب لحد يعني. ما ابدا معقده زي ما تشوفني ومعقده وجايه، ما اريد شغلات. هاي هاي ما ادري عن النعاج وين لقن. Shh.
عودت المعزاي نص عنده طاطا حساسين ما كاد الا خبط مجال. انا والله جزعان اللي امشي. رحت على وش علي ولا تخاف من الوحش؟ لا ما في وحش، الريان حايطتنا من تحت. سلمى حريمة. سلمى حريمة. كيف حالك؟ كيف ادوى كيف؟ والله عقدته هنا. هاي. شو ده تسوي؟ شو نسوي؟ وعبد الله تاكل يا شفت بدر ايوه بدر جاب مي صيام جاب مي وخذ فطمان له خضره ما شفتها خضره وماذا وتس هل عبد الله كمان معاه معي طب في بعض انا وان ذبح ينهم ينهم ما يسمع كاسم عن هذا يعني انا لو وقت ونشوف العاد ولا ما اشوف العادي يا لفيت وانا العاد هنا هني عندي خضره كان خضره عليه كان خضره على يدي ودي ولا مو عندي ولا بخير أنا معي. طيب. من عليهم. لا يد ماشي زي يا بنت هاتي أحمر خلي نكتب عليه. مركب ومتصور. الله عليهم. والله عليهم الواد هذا يقوم ربطين عسلي بجوزي من تطلع اني ما روحت على الشرطه طوال طيب اللي جرته وقدام خارونه ولا هي عاره ولا كسر في الحاضر وانت وش حياتي يا جاد ولا لو جاها عجال عليهم راح احنا نعذرنا يوم نروح على العلف وغرمز ونخخ ونقول ما في شيء عشان في عند البيت لا 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 ارعي والله ما ارتعى غيلانيه صراحه سنة اسمع عوجوع والله احنا لو انها بس الواحد حلاله يسد عليه لكن حلال معاكم ودك تطرد في البطيل مشان يرتاح جيب واي من عندك يا سبع عمته دم كبتي طيب هو نار عيزه والمدريق لا يمسوها بخير الله خربت خي وعادي ينفع عمه حتى ما حسينا من جوا المد وفادي يمسى قفه طلع لما فادي واصله المدينه ما ادري عنه يا سلام انا اصغر صغير لا صغير سلام علي ما يسمع لا صغير محمد الصغير وتوفيق الصغير غزلي نقعتها ويوم اقول لها ثلاث ايام ودي عاد استبدي فيها واني كمان ماني طيب والله خذوهن وفرشوهن وربجوا عليهن وانهم اعطونا القرش لا اللي علموا سووهن هذا ولا خذوا عليهم كيف خذ لا اقول لك خذوا عليهم والله خليل ساحتها 100 دينار قال ولي عصى النار هذا ما يقول لك عصى النار وعدي ما خدم طردات عصى النار بس اللي واسع يوزن حاله مو بحاله ودهم غاروين طايه وعندي بسطن طايه بس ولا حتى مره طلع طيب زي ما اذن خيران هنا الاولات اللي معقدين احنا من الصبح معقدين معهم وغرمنا في البطيء لو دلقنهم هاير عينهم يلقون انه لكن هنا اللي ينعوجن من لم يشرف اليوم لك كيف تضيق عاد بس ما يدلي لا لا بس يقطع حبال الحين هي يقطع وش غرف عشان ما انطلق والله العظيم ليش تقطع يم ها والله اللي يم من فاشل تقول هي هم الكلب انا عمره ويظل على ديارك وغار وادي سبحان الله ما يجي عبالي الاكل وانا اقعد لنص الليل ما تتطوع عندكم؟ ما ادري والله متجت لها ثلاث ليلات عندنا. شوف المناطق تصور الكفاية. تشوفين ولا طالع الرحمن. احنا يا طز هذا بدي يتناكره. يتناكره نعم يتناكره. وقتيش مع وراها يلا قوطر ودعي لله سلم لنا عبو ركاد يجعلك سالم فدوى age 27 and the only unmarried of the three chooses to live with her mother on the Hisha despite her will to live in a concrete house and join the rest of the Ammarin tribe فدوى بتساعدك مع الغنى؟ فدوى تعيّلت أسرح يوم يجي عبالها تقول ودي أسرح ويوم ما يجي عبالها تعيّي تقول ماني سارح أنا ما ودي غنم الغنم هي الكية مهلي ما تحب إنها تسرح معه
يعني يتجوز وده مسؤولية، وده يقوم يشتغل، وده يقوم يعقد، وده مو زي اللي من حاله عكيفة. الحين لو انها متجوزة ما نامت زي كذي. تشجعيها انه ما تتجوز؟ والله هي معي ما ودها تتجوز، والله انا اقول لها خطيتك في رقبتك عندي، ان رادت تتجوز خطيتها في رقبتها، وان عيت خطيتها في رقبتها. لان الانسان ما ودك تجبرها اليوم، اليوم ما فيها جبر، اليوم لو تجبر الانسان يحطك في السجن يشتكي عليك، والله البنت تحط ابوها في السجن. اليوم حرية، اليوم اليوم ودها تجوز، ودها تجوز، ما ودها تجوز ما حد يجوز. Fedwa didn't want me to film her. Although we see glimpses of her in the film from time to time. لا انا ادبر حالي، ما تشوفني زي ما تشوفي، اسد عليهن، احطهن علف، اطعمهن، ودي نخن برا كذي نخن، وين ما لقن يعني انا اللي مستعد لهن. اوديهن واجيبهن ومرحهن واسقيهن واطعمهن. حاضر اطعمهن. طيب مشان هن يصيرن كويسات. Torfa's goats are the only goats in Petra that do not need regular inoculations from the vet. Not surprising considering the attention and care she provides for them. To her, they are her wealth. She tells me a goat in the local market is worth 60 JDs nowadays. The equivalent of $85. ما بتتعبي تضلك تراكضي وراهم؟ ولا تعب ولا شيء. أنا ضارية. ضارية للتعب، ما يهمني التعب. بس يهمني إني أسوي الشغلة وأحفظها، هذا اللي يهمني.
لك نعم. بعدين احب عالشاي لما لف السكارة على الكاسة وانها كويسة. الباكيتات ما تكيم مني. احب الف لف احسن. ولا ازود من 20 سنة ولا داخل. تعلمنا مع هالبنات. مع الناس اللي يدخنوا ونشوفهم يدخنوا وندخن زيهم وتعلمنا عليه. الحين ما نقدر نبطل يعني. والله في حدود 20 سكارة. منزولي وانا معقدة وانا بس اقعد من هذا واقوم في هذاك الف ورقة. طول النهار يلف دخان. نلقها ونمرسها ونفت فيها الطعام الخبز ونملح بسمن وناكله. يعطيك البن. تحكي لي كيف بتسوي الجميد أم حسين؟ نحلبه اللبن من المعزة. نحلبه بعدين نروبه ونصبه في السعن ونخضه. بعد ما نخضها تطلع الزبدة عجال واللبن عجال. الزبدة نذوبها لحالها واللبن نحطه في الطاسة ونجرجبه. بعد ما نجرجبه نحطه في الكيس ونخليه لما له يومين كذا يعني لما يجمد مرة. بعدين نحط عليه ملح نعجنه وندحدره نسويه جميد. ونشره على البيت أو على سدر نحطه. بعدين نحطينا على سدر نحطه في الظلة حتى لما بعد ما ينشف نضبه. كيف طعمها؟ كويس. عايز تعمليها وقت الربيع؟ ليش بس وقت الربيع؟ ما هو ما في وقت للجميد غير وقت الربيع تسوي. لان الحلال فيه لبن. الحين الحلال مغرز ما فيه لبن. جنك نعاج ولا لا؟ جاب نايمة مريح بس رحت مشان خضر عنه. أخي حسين نداوم الليلة ولا؟ ما جاي نداوم ولا مهم جاي؟ لا اللي مو مداوم. وهو المعبدات رجلت كده يخلي منها ما يطلع فيها.
أول يوم إني نجيب خبز من السوق ما نطهو النهار. لو إن في عائلة كثيرة كل يوم يحجروا يطهو، بس ما في عائلة كثيرة، هو الخبز متلل يعني ما في أحد يأكل. بعض العائلات يطهو كل يوم، مو لا بعد أسبوع ولا شيء، ما كل يوم يطهو، لأن عنده عائلة كثيرة. والله نسوي يوم نصد نسوي، يوم نصد نسوي. إحنا معقدين مع الحلال زي ما تشوفي.
كلي. قد دحر ريحه ظهر الوهد ما فيها حاجه مهم ولا كان وجهك هذا الله
أي إيش عمرك عشتي ببيت حجر؟ لا ما عشت، ما اريدها. مرة سكنت مشان الطلاب. والله زهقت، ما منيت ان السنة مخلصة. اكثرية البدو هلا اللي كانوا هون من زمان راحوا على بيوت حجر؟ قبل ارعيهم بننزل على المنازل كيف فتلع هذيك، فتلع شوفي هذا ننزل فيه على الحلال. والله نزلوا اهلي فيها اللي ماتوا الحين، وعائله معهم نزلت انها كلهم موتوا وهم في الوادي هذاك نزلوا. ليه؟ ماتوا من ربهم، ما ظل منهم احد يعني. احنا ضعوف هذاك الحين لما ينزلوا في هذا، احنا ضعيفين معهم. ما الحين جيرانهم وهم، والله ما ظل منهم اني ماني واكده كرنا وبنات العائله منهم بنتين طيبات، ولا كلهم موتوا. موتوا الناس. طب انتي اخر وحدة يعني هون؟ انتي اخر وحدة هون حالك؟ الحين ما فيها حد ساكن في هيشة غير انا وميثة. والناس هذول اهل اسماعيل من المراعي من شرق يصيروا عندنا الساعة. بعدين يشتوا معنا تحت. وخلاف هالسنة ابصر يشتوا وما شتوا يعني. طرفة هذه رحيمتي أمي أختم. طيبة كويس. قد ايش صار لك عايشة ببيت الحجر؟ 3 سنين. ايش صار قبل 3 سنين انه خلاك تعيش ببيت الحجر؟ خلاني من خاطر ختمة. من خاطر ختمة لسنها تدرس. أخاف عليها من السيول ياخذنها يقشنها. والبلاد أخلت من الناس، كل الناس لزمت الوحدات، شايفة؟ وخفنا. إمتى بتقعدي بهاي الغرفة؟ ها؟ إمتى بتقعدي بهاي الغرفة؟ إيش تقول؟ ما تقعدي في الغرفة. كيف أقعد أتسخر؟ من أي ساعة يعني؟ أقعد من الساعة 7 إلى الساعة 9 في هذا. صباح ولا ليل؟ ليل. ومن الساعة 6 صباح بقعد فيها يعني إلى 8 إلى 9. يوم يطيح المطر، يوم يطيح المطر نجيب النار ونركدها ونقد النار ونقعد عليها ونقول يا رب يا رب يا رب يا رب إن حتى ما يطيح علينا. والحبال نكرب ونرخي، نكرب ونرخي لينقطع البيت ولا يطيح علينا.
لو يطيع علينا موتنا تحت. Coming towards the end of my 2-week stay with Torfa, I began to feel uncomfortably comfortable with this lifestyle. It somehow made more sense. النار ونية عكس الدنيا نداء. عكس الدنيا نداء تحير النار شوي. الله أسعد علي النهار اللي عقد فيه أحوم فيه هالبلادية إني أسعد علي نهار يعني إن أحس عندي نهار كويس اللي عقد وحوم وواجه كذي وواجه كذي أنا أحس أحسن نهار مو زي البيت يوم تقعد فيه The energy I gained during filming was overwhelming. I too felt that sense of freedom that Torfa talks about.